موقع أنا السلفي. باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. يقول هذا النهي للتحريم في من سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به. يعني إيه أماكن مباحة أخرى؟ السوق مثلا، في ناس تذهب إلى السوق ويجد مكانا فارغا ويضع شيئه أشياءه فيه، يجي الواحد يقول له هات إتاوة على هذا المكان، المكان ده بتاعي. منين بتاعك؟ أصل إحنا اللي قاعدين هنا. من أين؟ هل لك عمل؟ هل سبقت وضعت مكانك؟ وضعت متاعك في هذا المكان؟ حكاية الحجز بتاعت يجي واحد متأخر وكان واحد حاطط له حاجة يحجز بيها مكان وهو ما جاش وأخ قعد فيها، يوم يقول له لو سمحت مكان، مكانك من إيه؟ المسجد الحرام يقع ذلك فيه كثير. يجي واحد غير موجود، واحد جه يحط سجادة يمين وسجادة شمال وسجادة تالتة جنبيهم والناحية التالتة كمان عشان يقول له يحجز في الصف الأول. وهذا إذا جاء إنسان يجلس ويقف في هذا المكان ليصلي ممنوع، في واحد من أين أتى هذا؟ يقيم هذا الرجل من مكانه إذا جاء ويقول هذا مكاني، من أين صار مكانا لك؟ الإخوة اللي بيحجزهم يتقوا الله، والإخوة اللي تلاقي مكان محجوز وصاحبه لسه ما جاش مش صاحبه يقعد فيه. ولو جاء آخر يقيمه، هذا المتأخر الذي جاء يقيمه يعلم هذا الحديث، لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس. إذا كان قد حضر، هو جاي على طول بعديها الباب اللي جاي اهو، اللي هو باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به، قعد فيه صار مجلسا له، مش وهو معدي راح جاي حاطط بتاع كده وراح بقى يقضي مصالحه. لا يروح ايش ما هو اللي بيعمل عمل آخر، زي واحد كده قاعد سند ضهره في آخر المسجد وقاعد، أنت عايز تقعد في الصف الأول اقعد في الصف الأول، لكن أنت عايز تسند ضهرك فراح خلاص اقعد ورا، لكن تشغل مكانين في المسجد ليه؟ أنت جاي لسه ما صار مجلسا لك، يقوم قياما عارضا لا لغرض آخر، وإلا لو كان كذلك لصار هذا الذي جلس في أول يوم بني فيه المسجد يحتكر هذه البقعة سنوات طويلة. ده مكان لا، انصرف إلى بيته، نام في البيت، أكل في البيت، شرب في البيت، ذهب إلى السوق، خلاص انتهى الأمر، أصبح هذا حقا متجددا. وكذلك في وسائل المواصلات وغيرها، كل مكان سبق إنسان إليه مكان مباح لا يجوز أن يقيمه غيره. قال